كان مثلا او هو بنفسه قاعد يؤذي في نفسه، نحاول اننا نساعده بحيث ان نبعد الاشياء هذين عليه هو، خصوصا لو في مكان مش مناسب لتقديم الاسعاف. فاول حاجه بناخذ وضعيه جنب المصاب، وضعيه امنه، فالجلسه هذه تساعدني ان نكون قريب من المصاب. بعدين ثاني حاجه نجي نشوف درجه وعي المصاب. درجه وعي المصاب حنجي من هنا سواء نعرفه ولا لا، من عند كتوفه. يا شاب اول حاجه نديرها في الفحص اننا نتأكد من مجرى التنفس بالطريقة هذي، يدي تحت رقبته واليد الأخرى على جبهته، ونفتح مجرى التنفس متاعه بالطريقة هذي. اليوم بتعاون مع جمعية الهلال الأحمر حابين نحيو اليوم العالمي للإسعافات الأولية، والهدف منا الشيء هذا كان أن احنا نزيد توعية بخصوص الإسعافات الأولية وكيفية تأديتها بالطريقة الصحيحة، وبتعاون مع طلبة معايا اللي هم هيكونوا خليط من جميع الكليات عندنا في الجامعة. وأول شيء احنا حابين نبدأ به هو فكرة الإخلاء، واللي هي تعتبر أهم فكرة بخصوص الإسعافات الأولية، لأنك تقدرش تقوم بالإسعافات الأولية اللي حيشرحون زملائي بعدين إذا كنت ما قدرش تخلي الشخص بالطريقة الصحيحة. الهدف منا فكرة الإخلاء أولاً أنك أنت تكون محافظ عليه سلامتك الشخصية وسلامة الشخص اللي أنت شنو تبي تطبق عليه الإسعافات الأولية. يعني نعطي مثال، إذا كان الشخص إحنا قاعدين في مكان فيه نار، أنت مش حتقدر تطبق الإسعافات الأولية الصحيحة متاعك، مش حتقدر، أنت ماكش ضامن سلامتك أنت وماكش ضامن سلامة الشخص اللي قاعد تبي تطبق عليه الإسعافات الأولية. فإذا كان نعطوا على المكان هذا مثلاً، إذا كان الحريق قاعد في نهاية الغرفة والمصاب متاعي قاعد هنا، طرق الإخلاء هذين حيكون عن طريق شخص واحد إذا كنت أنا قاعد بروحي في المكان هذا، إذا أو إذا كنت حاسشنو عن طريق شخصين إذا كنت أنا وشخص آخر قاعدين في المكان. إذا كنت قاعد بروحي وما عنديش كيف نتعامل مع الشخص المصاب ونبي نطلع من المكان اللي قاعد فيه اللي هو مكان الحريق هذا باش نقدر نطبق عليه الإسعافات الأولية متاعي، ضروري ننظر لأقرب مخرج عندي. إذا كان مثلا نقول المخرج هنا والمصاب قاعد قدامي هنا، طبعا طريقة هنا الاقتراب للمصاب هذا على حسب وضعية المصاب نفسه. فلنفرض ان المصاب قاعد متمدد على الارض قاعد هيك، وكرعيه انه مواجهه اقرب مخرج لي اللي هو خصوص الباب هذا، تمام. انا مش حنقدر نجي نكره من هنا، لان هذه تعتبر انك انت قاعد تزيد في وقت اللي انت قاعد تتعامل مع المصاب هذا، ضيع في وقت مهم. هو مش وقت انك انت شنو الثواني هذين حيفرق انا معي انا عم ندير الاسعافات الاوليه بخصوص الشخص هذا. فأقرب حاجة نقدر نديرها، ما يهمنيش إذا كان مصاب مثلاً صاب وقت أنا قاعد ندير في إخلاء، لأن أنا بننقذ حياته، إصابات الأخرى نقدر نتعامل معهم بعدين. فأول شيء نقدر نديره أنا نقدر نجيك كرة من عند كرعي. إذا كنت أنا قاعد بروحي هنكرر الأقرب مخرج وهو قاعد مثلاً الباب هذا، هنبدأ نكر في المصاب ونطلع به للباب، تمام. إذا كان المصاب نفس الشيء، إذا كان المصاب قاعد هنا وهذه وضعيته والمخرج متاعي قاعد هنا، نفس الشيء حنجي للمصاب هنكره. هنا حتكون من شيئين، يعني كذا مثلا قاعد راقد وما فيش شيء تحته، مثلا اذا كان غطاء او اي شيء نقدر نكره به حنكره كشخص نفسه من جسمه، حنستخدم ايديه حنشبكهن ونبدا نكر في المصاب، تمام. اذا كان المصاب عنده اصابه، فلنفرض اذا كان المصاب عنده اصابه في عموده الفقري او مش واعي اصلا، مش قادر يتحرك وفي تحته زي الغطاء قاعد او اي شيء نقدر نكر به، نستخدم الشيء اللي قاعد معي، بالعكس حيساعدني الشيء هذا لان قاعد شنو نخلي المكان ونحافظ على الجهد متاعي، خصوصا هنا الاسعافات اللي حنقدمها بعدين. اذا كان في عندي غطاء حنستخدم الغطاء وحنكر به، تمام. فنفرض ان المصاب هذا اللي قاعد انا اقدم له اسعافات هو طفل وما يقدرش يطلع روحه حتى هو، ونحن نضطر اننا نحمله ونطلع به، ومسافه قصيره، يعني كل اللي نحكي عليه ان مسافته قصيره بالعقل، يعني احنا نقدر نكر فيه المسافه طويله وحندهش انا ما قدمتش الغرض من الشيء اللي درته بتاع الاخلاء في المكان الاول. فاذا كان شخص طفل مثلا نقدر نحمله حامل عادي،
فيهاش اي مشكله. تمام، اذا كان مثلا شخص شويه مثلا قاعد اكبر في العمر، بس انا اللي حتحكمني هي الوزن بتاع المصاب. اذا كان المصاب هذا وزنه كبير مش حنقدر انا نحمله، فندور اكثر طريقه لامننا مش نقدر انا نطلع الشخص هذا. بس اذا فلنفرض ان صعيب هو المصاب بتاعي وصايب، نقدر انا شنو نحمله ونطلع بيه عادي، بس شنو ما قدرتش انا نكره، هو واعي معايا بس ما يقدرش يتحرك، مثلا مصاب في كراعه. واحده من الحاجات اللي نقدر نديرها ان نقدر نحمل على ظهري، حط ايديه ونطلع بيه عادي برا، فيهاش اي مشكله. تمام، فلنفرض ان صهيب مصاب حتى هو، بس شنو الوعي بتاعه شويه ما مش 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 مش, مش, مش متزن، مهزوز الوضع الوعي بتاعه. نقدر حندير اول حاجه حنقدر نحمله اللي هي الحمله اللي يسموها فيها حمله رجل الاطفاء، مع ان نقدر نحن نشوف فيها ديما يديروا فيها في الافلام وسهله للشخص، يعني سواء اذا كانت في الاغلب هي رجال او نساء تقدر تديريها، بس على حسب شو وزن المصاب. كيف ما قلنا حنجي نمسك، انا بيدي اليمين حنمسك يد حيدي اليمين حنمسك يد اليسار. تمام، وانا حنجي حنخش هنا. تمام، انا ارفع عادي نطلع بالمصاب بتاعي، ما فيهاش مشكله، انا مريح روحي. ويد اليمين شنو قاعده؟ قاعده فاضيه، نقدر نحول بيه اذا كان فيه عواقب قدامي، اذا كان فيه اي مشاكل قدامي نقدر نحولها ان انا اطلع. تمام، هذينا بخصوص شنو طرق الاخلاء اذا كنت انا شخص واحد بس. وحنحكي على طرق الاخلاء اذا كنت انا قاعد ومعايا شخص اخر قدمني في المساعده، بس شنو نبي نلقى طريقه اني احافظ على جهدي بتاعنا وجهد الشخص اللي معايا باش نقدر نقدم المسافات الاولى. واحده من هي يسموا فيها الكرسي الرباعي. الكرسي الرباعي شنو فكرته؟ فكرته اني انا وصهيب قاعدين قدامي، مثلا صهيب اديني يدك، انا الشخص هذا نبي نعطيه عنده اصابه مثلا في كراعه، حيشرحوا الناس معي حيشرحوا اصحابي قدام، عنده اصابه في كراعه، كراع اليمين مثلا. تمام، او كراعي الاثنين نقدر نقوله عادي. الفكره منها اننا نجلس المصاب في وضعيه تساعد انه هو يكون متريح فيها، والاصابه نتاعها شنو ما لمستش ما اثرتش عليه المصاب. تمام، سوي بعدين يدك، فكرتها كيف حتكون؟ انا حنمد يد اللي عندي فيها اليد اللي عندي فيها القوه، فانا استخدم في يد اليمين، مد يد اليمين برا، يد اليسار حنحطها على اليد اليمين. شنو نديره؟ حنشبك انا اليد بتاعي على اليد سويب، لكن المصاب يقدر يقمعز انا على اليد عادي، فيهاش مشكله عادي، الكرسي اللي خلقناه نحن هذا يقدر يقمعز عليه المصاب عادي. تمام، شوف فيها المصاب يقدر يجلس انا عادي سويب. ضاع تقدر تجي، تعال شوي ضاع، اجلس ضاع، حط يديك عليه، فيهاش اي مشكله، نقدر انا نخرج بالمصاب بكي اقرب مخرج عندي ونقدر نتعامل معه. شكرا، تمام. كرسي الثلاثي، عندنا كرسي واحد اخر هو نسموه فيه كرسي الثلاثي اذا كان المصاب عنده اصابه في كراع اليمين. نحن اول طاهر لما مثلنا عليه ما عندهش اي اصابه في كرعيه، بس شنو نحن نبغى نخرج به، بس اذا كان شخص عنده اصابه ومش قادر يصفط كرعيه مش حنقدر ندير نفس الوضعيه هذه، صح؟ فالفكره منها انها نفس التطبيق اللي تو غير، عباره انها حتكون في يد ناقصه حتساعدنا بعدين في شنو في الحمل. تمام، هاي تمام، نفس الفكره حتكون. نفرض ان المريض الكراع اليسار هي المصابه، الكراع اليسار حتكون عنده المجال ان هي تتحرك، الكراع اليسار كي بس انا شنو والشخص اللي مساعدني حيكون حامل الكراع اليسار باش ما تتحركش باش يقلل الاذى اللي حيصير لها. تمام، تجي عطيتي كراعك اليسار رفع كي انا ضمنت ان الشخص المصاب كراعه قاعده ما فيهاش اي اذى ما فيهاش اي اصابه، لكن نقدر ننقل لاقرب مكان باش نطبق فيه باقي الاسعافات تاعتي. انزل. واحده من طرق اخرى نقدر نديروها نطبقوها بخصوص هذا الشخص المصاب، ما عندهاش اي اصابه واضحه الشخص، بس الفكره انه هو الوعي نتاعه شويه متذبذب، وانا بنحاول ان نخرج به لاقرب مكان. ويقدر يمشي، ما عندهاش اي مشكله في المشي. حنجي اخر مره حنجي نكلم الشخص اللي مساعدني اللي يكون قاعد معايا. حنخرج بالمصاب خرجة عادية فيهاش أي مشكلة ونمشي به. إذا كان هو واعي مش قادر مش 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 فاهم الوضع اللي قاعد معاه، بس يقدر يتحرك، فما عنده إيش نستنزف طاقة وجهد من هنا إيش داعي. تمام، والله شنو؟ هذه بخصوص طرق الإخلاء اللي إحنا فكرنا فيه بأن يكون أهم الطرق اللي مفروض كل شخص يكون عنده علم بين، وضروري يكون كل انسان يمرر المعلومه هذه لانها مش حتفيدك انت بس او حتفيد الشخص الاخر، يعني حتفيد حتى اذا كان انت مصاب
وتقدر تعطي تعليمات للأشخاص الآخرين اللي ما همش عارفين يساعدوك. تمام. السلام عليكم، أنا الطالبة حبيبة شايف سنة 24، نحكي على الجروح النزيف في الصفات الأولية وشنو هنا الإجراءات الضرورية تديرها باش تحمي نفسك وتحمي المصاب. أول حاجة عندي حاجتين بسيطات، لأن الكدمة والسحجة. الكدمة هي لما الشخص يخبط في حاجة صلبة المكان حيتورم المكان، تمام، حيحس بألم ويتغير لون الجلد. هذه مش حنخليها وخلاص، لازم ناخذ ثلج، والثلج ما نحطهاش مباشرة على الجلد، لازم نلفها بشاش أو قماشة خفيفة ونحطها على الجلد. والراعي المصاب مرات ما يتحملش في الثلج واجد، فنقلي له لمدة 5 دقائق، لو قال ما يتحملش حنحوله، لأن كيف ما نحن عارفين مستوى الألم يتفاوت، يعني ممكن أنا نتحمل 10 دقائق بس صغير ما يتحملش حتى 5 دقائق، فلازم نحوله. بعدها عندي السحجة، ليه الشخص أما يخبط في حاجة حرشة أو خشنة فالجلد حي كيف متزلط، لازم نطهرها مطهر بيزاداين أو ما فيش مطهر مية وصابون، ما خليهاش خلاص، نحط لها صابون. بعدها حنغطي بلصقة أو شاش، لأن هي مصرع ما تلوى فما نقدرش ما نعدلش عليها خالص. بعدها عندي أنواع الجروح، لأن 4، جرح وخزي قطعي وإصابات الصدر مفتوحة وجرح البطن مفتوح. الوخزي اللي هو مثلا أكثر حاجة يصير هو بين طلبة، حد صايرة مشكلة بينه وبين زميلة فمسك بنينة في يده من كثر الغل يأخذ البنينة ويحطها لهنا، فهذه مش هنخليها ما نعدلش، هي البنينة نخليها في مكانها ما نحولهاش بس نثبتها عشان ما يحس بالألم، تمام، نثبتها ونلفها حواليها الشاش. لازم نطلب المساعدة وبعدها نشيلها المستشفى طول. والجرح القطعي هي أكثر حاجة تصير في ميز مثلا ستريس ديبريشن متعركة هي وهلها فتاخذ المص وتقطع جهة هذه، فهنا النزيف حيقز قوي، لازم أنا نقدر نركز على النزيف ونغطي النزيف كويس. حناخذ قطعة قماشة أو شاش ونسكر على النزيف كويس بكر، وبعدها حنربط، وأما تمتلع حنجيب قطعة شاش واحدة أخرى ونحطها فوقها. بعدها عندي الجروح الصدر مفتوحة، مثلا حد في رصاصة، هذه مش حنخليها، يعني لازم نسكرها بقطعة شاش باش الهواء ما يطلعش ونسعف على طول المستشفى. وعندي البروز البطن، يعني جروح البطن مع أم الأمعاء قد طلعت، هنا شنو ما نحاولش نرد لمعاء جوا لأنها تلوث، فحناخذ قماش مفتوح، تمام، ونبليه مية ويكون نظيف ونغطي على البطن ونسعف على طول ما نرجش. ولو المريض حس بعطش وأنا شايلت المستشفى نشربه شوية مية ما كفرش. أوكي، حد يكمل عن نزيف ولا؟ أوكي، عندي نزيف الأنف. نزيف الأنف ما خليش راسة لاورة، ما خلي استحالة نخليه يقول هيك، لأ، لأن حيبسل على الدم فلازم يقعد يقعمز باستقامة، تمام، حيقعد جاي لك لمدة 10 دقائق وحيضغط، وناخذ كمادات مية مسقعة ونغط نسكر على المنطقة هذه وهن لمدة 10 دقائق. لو وقف نزيف تمام، لو ما وقفش نراجع لمدة 20 دقيقة ونشيل المستشفى دول. أوكي، عندي نزيف الأذن. الشخص مثلا الأذن هذه تنزف، مش حنحط لها حاجة نحشيها باش يوقف النزيف، حنحط تحتها شاش ونقول لها ميل، الميل باش ينزل النزيف على الشاش. بعدها عندي حشاكة من شخص اللي استفرغ في دم، شن حندي؟ أول حاجة حناخذ ثلج، كيس من الثلج معبي ثلج ونحط له على بطنه ونحاول ندفي المصاب، تمام، ندفي المصاب ونشيله المستشفى طول. حنطبق الإسعاف الأول اللي على الجرح القطعي. أوكي، حنفرض أن النزيف في المنطقة هذه، تمام. أول حاجة نحمي نفسي، لازم نلبس جلوفز ضروري منه، تمام. بالطريقة هذه حنوقف النزيف، حنفتح الجوز، تمام، حنقض ضغطة مش بالقوة واجد بس نضغطه كويس مباشرة على النزيف، تمام، حنضغط لمدة كم دقيقة.
بعدها حناخذ الشاش حنقدم ثبته تمام، نطلب من المصاب يساعدني يثبت. تمام اوكي خلاص حنلف ونثبتها كويس. قبل نقزم دائرة مطهر طبعا اللي هو بتادين، لو ما فيش بتادين هستخدم كحول عادي. السلام عليكم، نعرف بنفسي، انا الطالبة خديجة الفاخري سنة خامسة وزميلتي وصال حمامو. هنحكي اليوم عن الحروق. في البداية هنحكي عن الحروق اصلا كيف يصير. شنو هو الحرق؟ الحرق يصير لما الجسم يلمس شيء ساخن، يا اما مية او جسم ساخن تمام، او انك تعرض لمواد كيميائية مباشرة او عن طريق الكهرباء تمام. بالنسبة للتعامل مع الحروق فهو يعتمد على حجم الحرق، وين الحرق، ودرجة الحرق. بالنسبة لمكان الحرق فهو تاخذ تحديدا بس كي على السريع كف يد المصاب، اذا كان شفتها انه هو اكبر من حجم يد كف المصاب معناها هي تعتبر حجم الحرق، مكان الحرق كبير، ومكانه اذا كان على الوجه او على الاضاءة التناسلية او اي مكان حساس معناها هذه تعتبر حالة طارئة. تعامل مع المريض في تحفيز الشهادة تشيله لأقرب مستشفى. كيف التعامل معه؟ أول حاجة إذا كانت مثلاً إيده، تأخذ يده وتحطها تحت مية فترة، بس تأكد أن أنت ما تحطش المية على طول على مكان الحرق، تحطها مثلاً فوقها شوي وتقعد ننزلها لوطة، ما تخليش إيده فوق، ما تخليش المية اللي تنزل على الجرح تنزل، المية النظيفة هي اللي تنظف لك الجرح الحرق. بعدين حتاخذ حاجة بتكون ما تلصقش على الحرق، وهذه واحدة من الحاجات المهمة عشان بعدين المريض لما يكون في المستشفى يحول ما تسببش أزمة للدكاترة هما بعدين يتعاملوا معه. وممنوع منعا باتا أن أي نوع من أي مادة تنحط على الجرح سواء كان طماطم حكية زي يستعمل فيه معجون أسنان، هذا كله تعتبر مواد بعدين حتسبب إزعاج المستشفى بعدين، وحتى للمريض مش صح. لما جيت تعامل معه تاخذ قماش يستحسن مش شاش وتحطه على الجرح، تحطه خفيف وبعدها تربط عليه حاجة أخرى بس عشان تخلي الخرقة في مكانها وما تقنطهاش قنط، تخليها مغطية الجرح بس على التلوث. السلام عليكم، أنا اسمي سارة صلاح طالبة في سنة خامسة، وزميلتي صفاء فوتي طالبة في سنة خامسة. موضوعنا اللي بنحكوا على المبادئ الأولية متاع الكسور، الصفات الأولية متاع الكسور. أول حاجة الكسور يعني هي شائعة جدا، ممكن تكون في الحوش، ممكن في أي مكان نلقوهن. كيف نعرفه أن الواحد ممكن نشتبهه فيه أنه هو عنده كسر؟ مثلا يجينا مثلا واحد أو في الحوش يقد يحس بألم، ممكن نلقوا المكان اللي فيه كسر شكله متغير، الكونتور بتاعه مش صح، يعني مثلا لو في الإيد نلقى شكلها متغير شوية، نلقى فيه ممكن تورم حتى في الإيد أو اللون متغير، مثلا فيه لون أزرق أو هيك، يعني نلقى أن المكان حتى منتفخ مش قادر يحركها في إيد أو كراع، المكان اللي فيه الكسر ما يقدرش يحركه، ولو حاولنا حتى إن إحنا نلمسه يعيط من الألم، فهنا ممكن نشتبهه إن هذه حالة كسر. تمام، اشتبهنا إن هي حالة كسر، كيف بنتعامل معها؟ طبعاً المفتاح للكسور هو عدم التحريك، التثبيت. التثبيت هو هذا مفتاح الكسور. عليش تثبيت؟ هو بمجرد إن هو صار كسر، جرح الأنسجة العظمة بعد انكسرت جرحت الأنسجة اللي حول المكان، فأنا وأنا جاي الرد فيه حنجرح حاجة أخرى أكيد، يعني وأنا جاي الرد يا إما يكون قدامي شرايين أو ردة أو حتى عصب، فالمكان اللي الشكل اللي لقيته عليه نخليه وما نحاولش إني أبدا إني أنا نحركه. ثاني حاجة ممكن ندير حاجة اسمها تبريد، اللي هي ناخد تلجة وما نحطهاش مباشرة، نحط عليها غطاء، يعني أي غطاء، وناخذ التبريد هذا ونمرره على الكسر بحيث إني شنو نخفف أنا التورم هذا، بس ما نضغطش عليه بالقوة، يقعد هيك بشوية يعني. تمام خلاص، على هذا بالنسبة للتثبيت متاع الكسور والتبريد متاعهن. بعدها هنا نجول للجزء الثاني من الكسور اللي هو بعد ما بردنا وثبتنا ونتأكدوا ان احنا ما نحركوش المصاب، نجول الجبائر هنا. وش نديروا لها مع صفاتك؟ زي ما قالت سارة في البداية اللي نديروا كده اننا ما نحاولش نحرك العضو المصاب ابدا، لانه في نوع من الكسور انه يكون داير بنتريتنج او اصلا العظم طالع من الجسم، فهنا ما نحاولش اني انا نحركه بكده ولا نقدر اني انا حتى ندير له جبيرة في الشكل هذا.
بس ثاني في عندنا الجبائر، الجبائر في عندنا ثلاث انواع، يا اما جبيره لينه صلبه، يا اما نثبت العضو بالعضو. تثبيت العضو بالعضو اولها مثلا لو كان المصاب يده مصابه نقول له حاول انك تثبتها بيدك، لو ما عنديش اي حاجه نقدر نثبت فيها تمام، نحاول اني نخليه يثبت بيديه زي هيك لعند ما نشيله للمستشفى. ثاني نوع اللي قلنا الجبائر الصلبة، الجبائر الصلبة اني انا نحط قطعة خشب او قطعة صلبة، اهم حاجة القطعة الصلبة هذه ما تكونش فيها حاجة تضر العضو المصاب اصلا وتكون متساوية عشان نقدر نثبت فيها تمام. الجبائر اللينة قطعة قماش او اي حاجة قماش متوفرة عندي خليها على شكل مثلث تمام. انا حاول نديرها باللبكوت كلمه صايب هاي انا شنو حنحاول نخليها على شكل صايب ممكن تي حنحاول نخليها على شكل مثلث ونلف بها تمام. لو قلنا ان هذه اليد المصابه تمام وهي قاعده هكي انا ما اقدرش احركها فانا نحاول اني نثبتها، حنبدا ندخل المفروض ان هي تقعد على شكل مثلث اصلا، نحاول ان نخليها هكي تمام ونبدأ نربط تمام. لما نلف اللفة هذه ولما نربط نحاول إننا ما نخليهاش ثقيلة على الكتة أو نحط حاجة أو قطعة قماش تحت منها عشان نضطرش بس والطايق المصاب هو العضو بالعضو تمام. لا أنا خش على الثاني حاجة هي حتى هي تثبيت العضو بالعضو. مثلا لو كان الإصابة في الرجل حنحاول اننا نقرب الرجل اللي مش مصابه نجيبها هنا تمام. حنبدا ندير في جبائر لينه. التثبيت هنا الفكره في التثبيت اننا نثبت المفصل يلي قبل وبعد الاصابه عشان نضمن انه هو ما يتحركش تمام. يعني لو كانت هنا نثبت هذا ونثبت ونثبت نمرر الـ الـ اي حاجه عندي من على العضو المصاب تكون في الاتجاه الثاني عشان ما نضرش تمام. نثبت هنا وناخذ واحدة أخرى نثبت فيها هن من عند اللي هني بس نتفادى مكان الإصابة. لا إننا ما نلفش على مكان الإصابة نفسه يعني مكان الكسر نفسه نحاولش إننا نلف عليه، مجرد بس بين المفصلين تمام. عشان نضمن إن هو ما يتحركش. شكرا تمام شكرا تمام. هذينا قلنا التثبيت بشكل عام. لو نشوف التفصيل يعني لو كانت لدينا الكسور اللي في الأطراف وكي، لو كان عندي مثلا الكسر في القفص أول حاجة مرات تحكم ومرات انه هو اصلا قاعد في الم، فانا شنو ندير؟ عباره عن جبيره لينه خفيفه بس اننا نحاول ان نثبت بها، ما نضغطش ولا اي حاجه. في نوع ثالث من الكسور وهو كسور الراس والعمود الفقري، طبعا هذين اخطر انواع الكسور نحاول ان احنا نتعامل معها كويس. كيف نعرف ان الشخص هذا قاعد عنده كسر في الراس ولا كسر في العمود الفقري؟ هي بنجي لما لو لقينا في الراس مرات نيه عند مرات نلقاه فقد الوعي هذه اول ما نجي، او نلقاه عند تجمع دموي حول العينين هذه نتيجه ان في نزيف داخلي في الدماغ تمام. اصابات العمود الفقري شو حنلقى؟ حنلقى ان لما نجي نسال لو لقيت وعي تمام نجي نسال هل انت تحس باطرافك؟ لما انا نلمس يقول لي لا انا ما نحسش او انا مش قادر نحرك يدي وكراعي، فانا نعرف هنا ان هو في كسر في العمود الفقري. غير هيك لما نسأل عليه كيف شنو سبب الكسر هذا يعني شنو سببه؟ يا اما يقولوا لي طايح من ارتفاع عالي، يا اما يقولوا لي حوادث سياره. هنا نعرف انه لا الكسر هنا مش كسر ساهل، كسر يا اما يكون عمود فقري او في الراس. تمام، هنا حنحاول ان نثبت وما نحاولش ان نحركها بكل، لان بما اني قلت انه هو من الاصابات الخطيره لانه ممكن ان نسبب شلل او اني انا اسبب في موت المصاب هذا لا سمح الله. تمام سامعي صباح الخير. اول حاجه شنو اخباركم؟ انا اسمي طه الشريف اسمي وطالب في سنه خامسه طب بشري في الجامعه الدوليه، معايا زميلي مجيد عبد الباسط السعيدي طالب سنه خامسه حتى هو. اليوم نقدم لكم كيفيه انك تدير الانعاش القلب الرئوي. طبعا الانعاش القلب الرئوي زي ما معظمنا نعرفه انه يصير في الكوارث في الحرائق في الحوادث في اي حاجه،
ولقد الله مرات يصير الحد منها في الحوش، فضروري تجد المهارة هذه مكتسبة عند العامة الناس إن هي تطبقها في الحوش. تمام؟ كيفية إنك مثلاً تخش على شخص لقيته مرمي مثلاً، لنفترض إنه هو حادث صاير أو حريق أو أي حاجة، خشيت عليه لقيت شخص مرمي. طبعاً أنت أهميتك أول حاجة كأنك بما أنك مسعف، أول حاجة عندك مهمة السلامة بتاعك أنت، بعدين السلامة بتاع الشخص اللي قدامك طايح. فلنفترض إن مثلاً خشينا على مكان فيه حادث، أول حاجة حنأمنها يعني إن المكان جنب انبذار، ما فيش حريقة، ما فيش مثلاً سوائل دم عليك أنت وحاجات زي هيك. خشيت مثلاً في ناس متجمعين جنبه زي ما نحن نعرفه، دي ما تصير في الحاجات هذين عندنا، باي حتقول لهم معلش حولوا أنا دكتور أو أنا مسعف أو أي حاجة، وحتبدأ العملية بتاعك. حتنزل أول حاجة تأكدنا إن الموضوع هنا ما فيش أي حاجات ضارة مثلاً لنا نحن أو للمصاب نفسه. حتبدأ بأنك أنت شد ديله، لقيت حد قاعد مرمي حتجي تقول له يا حاج يا حاج يا حاج، ضروري تكون الضربة بتاعك مش قوية واجد، بس المهم أنك تكون بمعنى أنك لو مغمى عليه بس يحس. تمام؟ حتبدأ الحاجة الأخرى أنك أنت تفتح له فمه باهي وتشوف له فمه، مرات تجد في حاجة حاصلة بس هي مجرد حاجة حاصلة، أو مرات يكون اللسان مرتخي لاورة فيكون قاعد مغمى عليه وما يتنفسش، فحتبدأ تشوف المجرى التنفس. تمام؟ ما فيش حاجة. تمام؟ حتبدأ الحاجة الأخرى أنك أنت حتفحص الحاجات الأولية أنك أنت تشوف أن اللي هو التنفس والنبض وحركة الصدر طبعا اللي هي تدل على التنفس. حتنزل بطريقة أنك أنت وجهك يكون شنو يقابل وذنك من هنا وخدك يقابل في التنفس بتاعك، في نفس الوقت تسمع وتحس، وفي نفس الوقت وين تبحت تبحت في الصدر، قفص الصدري لو يتحرك أو في تنفس. الحاجة هذه تديرها لمدة 5 ثواني. عدنا الخمس ثواني هذينا حتبدأ شنو تدير؟ تدير الانعاش القلبي الرئوي أو الضغط اللي تبدأ فيه. طبعا طريقة الضغط حيكملها زميلي مجيد. في حالة أن المريض استعاد وعيه أو وصلت المساعدة أو الإسعاف اللي هي نحن كنا طالبينها، والحالة الثالثة طبعا أن يكون المكان مش آمن يعني ما نكش قادر أنك أنت تدير والأخيرة لأنك أنت تعبت خلاص يعني ما لكش قادر تكمل. في الحالة هذه كان في شخص يعني جنبك ويعرف كيف يدير الطريقة، لازم تقول له يبدأ وبعدين تبدلوا أنت وياه. في حالة في الأخير بكر أن المريض استعاد الوعي بتاعه، هنحطوه في وضعية الاستفاقة. وضعية الاستفاقة طبعا أن نجي أول شيء اليد نثنيها، نثني اليد بتاعه، ممكن تربي أنت ان الضحيه هذه ردت رد النفس نتاعها ورد كل شيء. تمام؟ اول شيء اليد اليمين الجلد الجهه الاخرى، تمام، على حسب الجهه اللي انت تبي ترقد عليها تجي تثني اليد. تمام؟ اليد اللي هي طايحه عليها، بعدين ولا هيك نجيب رجله. ايوه هذه طبعا الوضعيه نتاع الاستفاقه، وبعدين نرجل عند طبعا نجي الاسعاف ونشيلوه في اسرع وقت للمستشفى. الارضيه صلبه يس، ما يكونش شرير يعني. بالضبط، خلاص تاكدنا ان هي الارضيه صلبه، تاكدنا من التنفس بتاعها ان هو المجرى التنفس بتاعها كان مثلا مسكر او حاجه، تاكدوا من تنفس نفس ما قال لنا طه، مجرد ان احط وذني على المجرى التنفس ونشوف حركة الصدر معه، لقينا أنه هو ما يتنفسش وهو الشخص مش واعي. جربنا أنه وعوه ما كانش في أي استجابة، نبدو توا في عملية الضغط على المكان اللي احنا قلنا عليه عظمة القص، أو ممكن نحسبوه عبارة عن صبعين فوق جهة المعدة. تمام؟ اوكي، هي البلس ممكن حتى تحسبيها، لكن احنا عاده حتى يعني الانسان الطبيعي او الانسان اللي هو مش دكتور مثلا ممكن حتى البلس ما يقدرش ان هو يحسها او ان هو يشوفها لنا، فاحنا كيف يعني ممكن مش نعتمدوش عليها واجد، احنا نقول لازم تشوف ان هو هل البلس بتاع اوكي ولا لا. عاده البلس يحسبوا فيه حتى من الارتري اللي هو في الرقبه، وفي حتى من اليد، بس ما عاده يقولوا ان هو الرقبه اوضح واجد ان هم يحسوا فيه يعني منها. ممكن إن هو ممكن يشوفه يا أكيدة إلا إذا كان في فيش بولس. يس بالضبط. تمام أوكي خلاص، نحن توا حطينا نحطوا يدنا اللي هي قلنا أضعف على لوطة، ونحاول دائما نشبكه هيك لأن هذه تعطي قوة أكثر.
تمام. الشيء الثاني لازم نحافظه ان الاكتاف بتاعي واليد تكون مستقيمه، يعني زاويه قائمه في نفس الوقت، ما ننزلش بيدي بشكل نثني فيه، لا ضروري ان ننزل كتفي كله. اوكي تمام. هنا وحاولوا ان السرعه بتاع النزله والركبه تكون هي نفسها، يعني مثلا لما جيت نضغط هيك بعدها نقعدك، هذه حتعتبر غلط. ان احنا هيك قاعدين تعبئه القلب مش حي... اول حاجه القلب مش هيحصل فرصه ان هو يعبي، فلازم نعطيه الفرصه ان هو يعبي ويفرغ علشان نقدر نضمن ان هي السيركل تمشي كويس بكل البلد في توصل للاماكن الحساسه مثلا زي الدماغ. تمام. حنضغط اول حاجه 30 ضغطه، حنعطوا 2 نفس. النفس لازم نضمن انه هو نميل الراس لورا شويه ونحاولوا نعطوه 2 نفس سريعات بكل، حاولوا ثانيتين ومجرد وردوا عليه طول، حاولوا ما تطولوش في النفس واجد. حتى تو حاليا قاعدوا يقولوا انه حتى لو استمريت مجرد بس ان انت استمريت على ان تضغط بس باليدين بدون اي بدون ما تعطي نفس هذا حيعتبر كافي، يعني مجرد ان انت تضغط هيك حيكون كويس. ليش؟ ان انت اصلا قاعد تضغط حتى على الرئتين، يعني النزله هذه تضغط على الرئتين، فهو اوريدي قاعد يعطي في رئتين قاعد تعبى وتفرغ، فأهم حاجة إن هي تضغط بس على اليدين. تمام. هذه بالنسبة لل ممكن، بس هذه من الأهم مش أيوة ممكن. ثابت يس لازم لازم ايوه لازم لازم يكون في الرفعه بتاع، ما هو احيانا في فتره الطوارئ الواحد اصلا هو بروحه حيقعد اول حاجه حينتقل ان هو يضغط ان هو يساعد الشخص، بعدين يبدا يفكر في الموضوع بتاعنا. يكلم اسعاف، هذه اول حاجه قبل حتى ما يبدا لازم اي حد يكلم اسعاف، حتى لو هو كان بروحه مجرد يحط نقاله جنبه ويحاول ان هو يدير يتصل قبل ما ويبدا. شنو اوتوميتد الكتريك؟ هذه في حال هو في يكون عندنا في الاماكن العامه. ايوه بالضبط. عفوا وفي نفس الوقت في نفس الوقت هذا الشيء ممكن لا يظهر من الدليل، هو يولي إظهار مهارات وقيادات طلابية صف آخر يكون خارج المجتمع الفاعلية، سواء كان على صعيد التوعية، سواء كان على صعيد التدريب، سواء كان على صعيد الإنتاج. اليوم نفخر بالحقيقة أنا شخصيا نفخر بهؤلاء الله اللي قد لا تكون لديهم الخبرة الكافية في المسابقة، لكن نتيجة صقل والدان في ظرف 10 أيام على الأسبوع أصبح لديهم القدرة، فما بالك إن مزجوا ما بين خبرة الإسعافات الأولية مع الخبرة الطبية ودخلوا إلى هذا المجال. أنا أفضلت أن لا يتحدث السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة محمد سعد المبارك، لأنه تشرف بوجوده صحبة إلا بعد ما شاهد العرض النظري له، احنا تأخرت علينا شوية مواد عملية بعد كلمة الدكتور محمد، حنعيد ديمونستريشن سريعة كل حاجة ما بين الجموع والأشياء هذه بالأدوات، لكن أنا متأكد أن الدكتور محمد لا يحضر في مكان إلا وتكون هناك الفائدة من الحديث الذي يستمع إليه، نكون كلنا في شوق نستمع إليه.
تفضل دكتور. شكرا. بسم الله، اولا كل عام وانتم بخير. احياء هذا اليوم يعني من الاهميه بمكان ان احنا لابد يعني ان نهتم به، لان اثره سيكون كبير، انقاذ حياه يعني من حولنا، واحيانا كثيره احبابنا واصحابنا ودار، هو شيء في غايه الاهميه. مثل هذا العمل شيء رائع ان احنا شفناه اليوم بهذه الجراه وبهذه القدره على الشرح. هو طبعا المقصود به ليس يعني فقط يعني مؤسسات تعليمية زي الجامعة، لكن مفروض هذا يذهب لكل يعني الأماكن اللي فيها عامة الناس وفيها تواجد. تأكيد يعني هذا الجهد مشكورة كلية الطب اللي تحييه، وإحنا على يعني رغبة في أن يكون هناك إحياء للأيام العالمية والأيام الوطنية اللي لها علاقة بصحة المواطن ولها علاقة ب يعني الطب بشكل عام. هذا اللي حدث اليوم ربما لا يقتصر على فقط على إحياء هذا اليوم اللي يعني الآن اجتمعنا من أجله، لكن ربما يكون مفيد أن يستمر هذا العمل على مدار السنة ويذهب إلى الأماكن العامة لتوعية الناس حوله. احنا يعني جربنا ذلك و يعني شفنا أهمية الإسعافات الأولية اللي ذكرت. يعني ربما هناك أشياء أخرى، يعني على سبيل المثال كنت نذكر فيها للدكتور عثمان الآن حالة شوكينج، يعني حالة فقدان القدرة على التنفس لما يكون فيها جسم صلب ولا حاجة في القصبة الهوائية. مثل هذه الأشياء مهمة، كيف تعامل مع الأطفال في يعني في أشياء كثيرة ربما تكون في نفس الأهمية. أحييكم ويعني أشكر هذا الجهد، وفخور جدا بأبنائنا وبناتنا حقيقة، يعني اللي لديهم هذه الروح التطوعية ولديهم رغبة في مساندة أهلهم. شكرا جزيلا، وأتمنى لكم التوفيق جميعا. شكرا. أوكي، احنا كملنا يعني دورة توعوية على الإسعافات الأولية وكيف طريقتهم بالضبط، وكنا يعني إن شاء الله احنا ختمنا جميع المواضيع اللي تعلق بالإسعافات الأولية، وإن شاء الله يعني تكونوا استفدتوا، يعني واحد يعني استفاد تجربة جديدة انه كيف يتعامل في حالة مثلا الحروق او حاله يعني اي ظرف طارئ لا قدر الله. يعني شكرا جميعا لحسن الاستماع. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة أمينة مفتاح الصيد، رئيسة اللجنة العلمية لليوم العالمي للإسعافات الأولية. اليوم نحن في عيادة الكيش دايرين اليوم الثاني لإحياء اليوم العالمي للإسعافات الأولية، توعية التمريض والإدارات والأمن والسلامة والموظفين بعيادة الكيش وجزء من المرضى المترددين على هذه العيادة، توعيتهم بالإسعافات الأولية، شنو يقدر يدير الإنسان أو الفرد أثناء الحروق أو صار نزف في الحوش أو جنبة أو في أي محل هو يكون قاعد فيه، الكسور، الإغماء، شنو الإخلاء الآمن اللي يتم في هذا اليوم العالمي للإسعافات الأولية. شكراً.